مساء الخير، مساء السعادة والمحبة، رمضان كريم، كل عام وانتم بألف ألف خير يا رب إن شاء الله. وأكيد وصلنا إلى فقرة الفطور، أكيد وصلنا إلى فقرة الفطور، وعدي شوفنا شلون البامية قبل زوم على البامية وشوفنا أمور البامية. طبعا اليوم راح نشتغل بامية، أكيد طلبوا من عندي هواي البامية، ممكن أنا اشتغلت البامية وممكن راح أعيدها المرة الثانية اللي هي البامية. واليوم راح يكون وياي طبق، راح يكون عندي السلطه، راح يكون عندي سلطه الفجل وياها، والفجل الاحمر، راح نشتغل الباميه ونشتغل التمن ونشوف شنو الامور وترتيب الباميه. مو عدي اوكي، امورك عدله اليوم، باميه وترتيب اوكي. مثل ما شفنا راح طبعا راح يكون عندي البانيه، اكيد راح يكون عندي البانيه تقريبا نص الكيلو من البانيه وجاهز ومرتب. وراح يكون عندي طبعا راح يكون عندي هنا العصير الطماطم موجود ويانا، راح يكون المعجون، شويه من اللي طبعا هنا شويه من الكركم، راح نضيف هنا حبه من الثوم، ممكن اختيار راح يكون عندي شويه من الشطه، راح اضيف لها شويه من الشطه تكون امورها غيرش. طبعا وما ننسى الملح موجود ويانا. هنا عند الرز، طبعا الرز هنا منقعه ومجهزه، انا عندي رز وتمن، ايش تحبون؟ تحب التمن انت؟ انا عندي رز اليوم. اوكي، ونشوف هنا طبق السلطه راح يكون عندي اللي هو الفجل الاحمر، راح يكون عندي طبعا ثلاثه حبه من الفجل الاحمر، راح يكون عندي خس لهانه، راح يكون عندي الخيار وطماطه شويه من الفلفل والليمون. النعناع راح يكون عندي تتبيله السلطه، راح يكون عندي شويه من زيت الزيتون ورشه الملح. نحب نذكر يكون هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم شاورما. هسه نجي هنا ونشوف شنو الامور. هنا عندي هنا شويه من الزيت ضايف بالجدر، شويه من الزيت حتى اريد شو اسوي. هنا عندي قطعه اللحم، شوف هسه نشوف انا وعدي شوف شنو ترتيبها. لا راح يكون عندي مسلوقه وجاهزه مثل ما تشوفون، هاي القطعه سلقناها بالمي، راح استفاد من المي اللي موجود عندنا، اللي هو راح يكون نسوي به شويه، طبعا راح نضيف للبانيه مالت المي اللحم، وراح نضيف للتمن اللي عندنا موجود مثل ما شفنا. هسه نجي هنا راح ناخذ قطع اللي هنا عندي اللي عدي طبعا يحب اللي يقول اني اعشق اللي صدق اكو شيء ما يحب صدق فراس يعني ماكو شيء ما احبه عدي. هسه راح يكون عندي هاي قطع اللي بهذا الشكل، راح شويه احمصها، نحمصها شويه بالزيت اللي موجود عندنا. راح ناخذ هاي حبه الثوم بهذا الشكل، طبعا مقشرين الاطراف مالتها اوكي، راح نخليها بهذا الشكل. ما نقطع ثوم ناعم ونذبه وياه او ثومه، لا ممكن بعدين راح نذب المونه مالتها ونطلع الثوم اللي موجود، راح يكون هذا الشكل صحاح. طبعا ذبه اذا ما نحبه يكون موجود ويانا. هسه نجي هنا شويه نقلب اللي بهذا الشكل اوكي. طبعا حتكون الارقام اسفل الشاشه، ممكن اللي يحب يشاركنا ونشوف شنو الامور والترتيب. بهذا الشكل نقلب، وباكر طبعا باكر ما راح نشتغل اي طبخه، راح نشتغل حلويات، ممكن باكر نشتغل البقلاوه ونشتغل البرمه ونشوف شنو ترتيبها ونشوف الامور شنو. هسه نجي هنا مثل ما شفتوا خلينا اللي نبقى نقلب وياه بهذا الشكل، شوي نحمصها بالزيت اللي موجود ويا الثوم، طبعا الثوم راح يذب المونه مالته بالزيت اللي مخليه. حمص حمص اللي وارحت اللي نتحمص، اشتم اشتم عدي اشبع. الله الله بهذا الشكل. طبعا عندي عصير الطماطه هنا راح يكون موجود، ضروري يكون عصير الطماطه موجود ويانا ويا تشريب الباميه اوكي. وطبعا والمعجون هذا كله نحمصها، يلا نخلي المي اللي يكون موجود وقبل نجيب ونخلي هذا الشكل، واللي والتحميص الحلو اوكي. هنا مخلي الزيت على نار هادئه حتى نخلي الرز اللي موجود عندي اوكي مثل ما تشوفون. نجي هنا نقلب
ناخذ اول متصل اللي هو رضا من صلاح الدين. يلا شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله رمضان كريم. علينا وعليكم حبيبي الغالي. طيبة طيبة؟ اي والله. يعني انت ضقتها اكلت من هاي الاكلات؟ اه ما يسوي يسوى بالبيت؟ يعني نفس الطريقة يسوى بالبيت؟ طيبة تطلع طيبة؟ شنو الحبيت أكثر شيء شنو الحبيته بالطبخة؟ شنو؟ دجاجة مشوية. دجاجة مشوية حلو. ايه؟ البرياني. والبرياني؟ كلها طيبة. كلها طيبة؟ بالعافية بالعافية. اليوم مسوين فطور؟ شو مسوين اليوم بالبيت فطور؟ اليوم شنو الفطور بالبيت؟ اليوم شنو؟ ابو الصاج. اليوم صاج اليوم صاج مو؟ يا حد جيب لي صاج ديزني ديليفري صاج شو تقول؟ شكرا لك شكرا لك. شو تريد؟ زنود الست راح اشتغلها بعد هو من باكر راح نبدا حلويات راح نشتغل زنود الست والبيتي فور والشكر ذمة والبقلاوه والكيك تامروني امر. شكرا شكرا لك نورت سلام للاهل. هسه مثل ما شفنا حمصنا شويه اللي هي باع شلون تشوف شكلها عدي عدي خليني اشوفك شكلها. هنا حمصت شوف شوف عدي عدي دي باوع دي باوع هذا الشكل. هسه احنا نجي اجى وقت شنو الباميه اللي موجوده طبعا منظفه ومرتبه وحليوه اوكي راح نذبها هنا. حلو 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 والله. قلب البانية بهذا الشكل قلب حمص لهنا حلو. طبعا ويا ما حمصنا البانية ذبيناه راح نجي نخلي التمن راح نخليه وين بالدهن اللي موجود عندنا هنا اوكي خلينا هذا الشكل. يعني الامور كلها تحميص اليوم لازم شويه نحمص هذا الشكل اوكي. ناخذ جهينه من الانبار. الو الو جهينه. الو شلونك شلونك انت اخبارك؟ والله زينه شنو هالاكلات الطيبه. شكرا. التلفزيون شويه عالي شويه نصي او تبتعدين صوتنا. انت دا سمعيني وانا دا اسمع غير بالتليفون. انت يا سمعت عيوني عيوني عمريني. شوف بس ما عندك انت مطعم بغداد؟ مطعم بغداد؟ ايه لا ما موجود ما عندي مطعم. اجمع نور شاشة الرشيد. انا منور نورك هذا؟ ايه ها؟ نورك نورك. انت من حديثة ها؟ ما تعرف مطبخ حديثة؟ حديثة شلون ما اعرفها؟ انا رايح للحديثة. يا مو النعم. نعم الله عليك. هناك اكو سمك يمكم؟ اكو سمك بالحديثة؟ اي والله اكو كل حديثة سمك. سمك هواي اكو؟ اي ليش ما تجي حديثة؟ انا راح اجي هناك اتصل بيكم واجي تضيفوني. تحية إله تحية إله. طيب يا مصطفى بالأردن؟ إي والله خارج الأقصى لكم مو شايفي. إن شاء الله إن شاء الله يجيكم وإن شاء الله شوفوا. يلا شكرا شيخ عباس. شكرا. شنو يوم سوي فطور؟ إي والله بس أنا بعدني يعني ما أعرف أطبخ. ليش ما تعرفين تطبخي؟ غير تعلمين أنت مو تتابعين؟ إي والله كل يومية أتابع أقدمكم وما حد يتجاوب. أجيكم؟ لا إحنا أريدك تطبخين أنت لا تدقين أطبخي. لا انت انتبهي بهاي الحلقه انتبهي شلون سويت اني ايش خليت حتى انت بالدقه خاصه اللي سويت هذا التمن والله حين جعت جعتي؟ التمن التمن
اوكي اسدس لك طبق باميه وتمر، شو تقولين؟ ايه هو احنا هذا اليوم فطورنا باميه وتمر. يلا هذا تسكم طبق وتسوي شو اسمه؟ بدل. يلا تدلل. شكرا لك، شكرا شكرا شكرا. هسه مثل ما شفتوا حمصنا بهذا الشكل، راح نجي نخلي شويه من الكركم، اوكي؟ راح نضيف الكركم، ضفنا شويه من الكركم، راح نضيف هسه المعجون. معجون اليوم معجون على عشاني. هسه خلي عدل اليوم معجون على الفطور. هسه خلينا المعجون، اوكي؟ تقريبا اربع ملاعق كبيره طعام من المعجون. حمص بهذا الشكل، قلب. اوكي، ايش راح نسوي؟ راح ناخذ قطعة اللحم اللي هي بالسلك، اوكي؟ راح نطلعها ونخليها هنا. حلو. هنا حلو. قلب. هسه ناخذ وطن من بغداد. ناخذ وطن. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. وطن ايش قد عمرك؟ ايش قد عمرك؟ 13. 13؟ اليوم التصاريح مالتي كلهم بيبي صغار. سنافر اليوم. شلونك زين؟ ها؟ زين الحمد لله. نجحت؟ ايه. نجحت، مبروك مبروك. تياصف. راح الثاني؟ ثاني متوسط. ثاني متوسط. مبروك عليك، مبروك، ان شاء الله يوم تخرج. الله يبارك فيك، عاد ايدك على هاي الاكلات. ويدك ويدك حبيبي. ويدك قلبي. يخفف طبخك. طيب؟ ايه. تريد اكل؟ ها؟ تريد ادز لك؟ اي والله يا رب. بالبيت مو يطبخون لو ما يطبخون بالبيت؟ اي يطبخون. اي يلا بعد هاي. كيف؟ طبخ البيت اكيد طيب، ولا انت تطبخ مو؟ شوف انا اذا اطلب منك طلب. عيوني امرني. ايش كثر هاي الاكلات تطبخها تطيرنا للفقرة. طيب للفقرة؟ ايه. ان شاء الله ان شاء الله. يلا. حبيبي حبيبي. عدي والله فقير. طيب عودي فقير هسه ويتيم وما له احد هسه هنا. هسه راح نجي ناخذ شويه من ناخذ شويه من الشطه ونخليها ويا هاي المعجون شويه الامور تكون اوكي. هسه راح نجي راح نحول ناخذ شويه من المي نخلي للرز اللي موجود عندنا، اوكي؟ راح نخليه هذا مي اللحم وترتيب مي اللحم وغير شكل مي اللحم. واو هذا مي اللحم راح نضيفه. اوكي. الله. بهذا الشكل. نقلب راح نخليه على نار هذا. اوكي. خليه على نار هذا على ما يكون عندي جاهز مثل ما تشوفون. راح نجي شويه ناخذ شويه بعد من المي ناخذ اوكي ونضيف له بهذا الشكل. راح ننتظره على ما يكون يتهدر عندي. خليته انا طبعا ويا الدهن حار وخليت التمن وحمصته ويا المي حار بدا قبل يغلي عندي. اوكي هي اسهل طريقه نسوي بها التمن حتى ونشيك المي مالته يكون اسهل شيء. خليه على نار هذا انتظره على ما يكون عندي جاهز وناخذ اسرع اجي عصير الطماطم هذا اسرع. الو 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 اسرع شو اخبارك؟ الحمد لله. رمضان كريم الحمد لله. علينا وعليكم. علينا وعليكم ان شاء الله اجمعين. عمريني يا اسرع. انا اول مره اشوفك على قناه الرشيد وتابع. نورتي والله. بس السؤال جواب عشان انا ما عايش هنا بالعراق، عايش بايران، شلون عايش في القناه بايران؟ شلون؟ انا ما عايش هنا بالعراق، عايش بايران. عايشه بايران
العراق، عشان اشوف القناة إيران. تردد، ماكو تردد؟ اكو تردد، وطبعا راح يتواصل وياك الكنترول، راح يعطيك معلومة كاملة على هاي الأمور، أوكي؟ يعني وياها شنو؟ على 20 ساعة هاي اللي صار علي، على التلفزيون. اوكي، راح يتواصلون وياك الكنترول، الكنترول راح يحكي وياك، وراح يفهمك بالتفاصيل. امريني بشي، تأمريني؟ والله ما عمري، ما يمر عليك برنامج، اصلا ما اعرف اطبخ. ها، ليش ما تعرفين تطبخين؟ ما اعرف اطبخ، ليش؟ يعني ما طابخه ابد؟ لا ما لعد من طابخ. لعد من يطبخ بالبيت؟ انقطع، راحت. كان السل هنا حلو. ردنا نسال طبخات ايرانيه وترتيبها، هاي البانيا دا تسوي هنا. عدي بهذا الشكل من هنا، من هنا. اوكي عدي، شنو سمعت؟ ما يحب البانيا عدي؟ ها وينك هيك يا شق؟ والله سيدي يتقربوا، هاي الكاميرا واقف صفها من هناك. لا اجي ايه اسال هنا. قلب هذا الشكل، اوكي مثل ما شفتوا. خلينا مي اللحم اللي موجود عندي، اوكي هسه هنا حلو الامور، هنا ماشي عندنا. هسه احنا نجي ناخذ المي اللي بقى، مي اللحم، اوكي راح نضيفه، يعني المي يغلي والباميه تتحمص واللحم، صارت الامور اوكي. هسه مثل ما شفتوا ننتظرها على ما تجهز عندنا، اوكي. طبعا احنا بنقلبها، نقلبها بهدوء يعني مو بقوة، مثل ما تشوف يا فاروس، مو بهذا الشكل مثل ما شفنا. هسه راح نجي هنا نغطيها وننتظرها على ما تكون عندنا جاهزة بهذا الشكل. ناخذ هسه الأطباق جهزت عندي، طبعا راح يكون يا طبعا ياسر، ياسر من صلاح الدين. ياسر من صلاح الدين، ياسر من صلاح الدين. يوم يوم كله بيبي اليوم. شلونك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. الو الو ياسر، تبي اسف؟ رابع. رابع؟ ايه. نجحت؟ انت من الاوائل ولا شنو؟ ها؟ اوائل، انت من الاوائل؟ لا لا ثاني. اه يعني مو اول، ثاني. ايه. شاطر؟ ايه. ايش قد شاطر؟ هوايل او شويه؟ هواي. هواي. تحب الاكل ولا الدراسه؟ ها؟ تحب الدراسه ولا الاكل؟ لا الدراسه. اوكي زين، انت من تكبر شو تريد تصير؟ من تكبر شو تصير تريد؟ شو تصير؟ دكتور؟ مهندس؟ مهندس؟ مهندس ديكورات؟ ايه. ها؟ يلا حتى تسوي لي مطبخ، شو تقول؟ ايه. تهندس انت، تهندس لي مطبخ وتدز لي اياه. ايه. زين يا اكله تحبها انت، يا اكله تحبها حتى اسوي لك اياها. ها مقلوبة؟ ايه. اوه لحم لو دجاج؟ لا دجاج. دجاج طيبة طيبة؟ ايه. يسووها بالبيت هم يسووها لو ما يسووها؟ ايه يسووها. تطلع طيبة؟ ايه. لعد ليش تريد من عندي مقلوبة؟ ها؟ ليش تريد انا اسوي مقلوبة؟ اليوم مسوين شيء؟ انتو شو مسوين يوم فطور؟ اليوم لحم. لحم اليوم؟ ها بانيا ولحم؟ ايه. يعني مثل هاي البانيا سويتها انا؟ ايه. بالعافيه بالعافيه، سلام للاهل. سلام للاهل. شكرا لكم، شكرا. هسه مثل ما شفنا سوينا الامور، خلينا البانيا نخليها على النار الهادئه، نهدي النار مالتها ونخليها على راحتها
على ما تكون عندي جاهزه. طبعا هسه نجي ناخذ مقادير السلطه، راح تكون عندي سلطه الفجل الاحمر حتى اشوف شنو تفاصيلها. اوكي، هاي راح تكون على الشاشه، راح تكون على الشاشه مثل ما تشوفون. ممكن احنا ناخذ لها صوره، اللي يحب ممكن يشتغلها ناخذ لها صوره حتى تكون الامور وياها. اوكي، مثل ما تشوفون راح يكون عندي هنا الفجل 3 حبه، راح يكون عندي الحمر. اوكي، راح يكون عندي بصل، خس، طماطه، خيار، راح يكون زيت الزيتون، عصير الليمون، راح تشوف شويه من الليمون دوزي والملح. اوكي، والنعناع. هاي راح تكون، هاي راح تكون المقادير اللي هي السلطه. نشغلها صلاح الدين، منتظر من صلاح الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ رمضان كريم الحمد لله، كل عام وانت بخير. علينا وعليكم. ان شاء الله. ان شاء الله. الاكلات الطيبه. منتظر. الله يخليك. الله يخليك. استاذ احمد، اقدر مقادير الكبه الموصليه؟ اوكي، يعني يمكن اشتغلت الكبه هنا، شفتي مقاديرها لو ما شفتيها قبل؟ الموصليه اللي تشوي، طبعا تشوي. فهي اكو فكره الكبه هي تشوي. طبعا هذا الجريش اللي اشتغلناه طبعا ممكن تنسلق، ممكن تتقلى، ممكن تشوي. راح اشتغل الكبه، طبعا هذا شغل الكبه بالفرن او شلون اشويها على الفحم. راح تكون مقاديره اليوم. فطور شنو اليوم؟ ما باميه مسوين اليوم. اليوم اليوم العراق كله باميه مسوين. اليوم كله باميه. انا وياكم، انا وياكم طبق على الخط وياكم. طبعا اوكي، ايام راح نشتغل الكبه شويه. طبعا انتم اللي تردون الاكلات يعني ما مشتغل، اهم عيد حتى نشتغلها سويه ونشوف مقادير موجوده. فرس الشمر اذا موجود. هاي راح ناخذ المقادير على الشاشه، تكون عندي للكبه. اوكي، مثل ما تشوفون 700 غرام من حيكون عندي ارز وسط ربع كيلو، عندي لحم عجل احمر ربع الكيلو. طبعا هذا اللحم العجل نحكي عليه لحم عجل مثروم راح يكون وياه. هاي المواد تختلف عليه، هاي المواد نصعدها بماكينه مال ثرم بالحوض مالتها فوق، نصعدها نربطها، نخبط اللحم وياها، لحم شرب نخبطه وياها، ولحم العجل الاحمر، شويه من الكمون، بهارات كبه راح تكون عندي، والملح، راح يكون عندي الماء المثلج، يعني ماء بارد يكون. طبعا راح نخبطها، راح نخبطها فوق بالحوض مالتها فوق، وراح نجي نثرمها. اوكي؟ نثرمها قبل، نثرمها اول ثرمه نقدر مرت الثانيه، مثلا ممكن قاطعين من الثرم نثرمها، ونرجع نلكلكها من جديد ونصعدها على الماكينه ونثرمها. وممكن احنا بالثرم مالتها نقدر نشتغل وياها وياها، وكل ما نريد نكمل ناخذ شيء من الماكينه شيء بسيط نشتغله على السريع، وراها راح نجي نكمل هم شغل الماكينه ونثرم على قد اللي نشتغله. يعني خليها فوق صاعده بالماكينه، واذا نشوف بيها تيبس عندنا ممكن رشه من المي ونرجع نثرمها، ماكو اي مشكله. طبعا هاي الكبه اللي نسولف عليها ممكن احنا نسويها بشيس، نسويها الموصليه او السندويش نسويها، او الطابقين، او كبه الوسط، ممكن اللي راح نسويها نقدر كبه السراي، كبه تبسي. هاي نفس المواد اللي هي اسهل طريقه ممكن احنا بالبيت نقدر نشتغلها. والطريقه الثانيه اللي هي ذكرتها طبعا الكبه المشويه، اللي هي الطريقة الثانية اللي هي بها مكلفة، بها لحم هواي أكثر. ممكن ناخذ شوية من ناخذ البرغل الوسط اللي ذكرناه، يعني مو وسط شوية، ممكن يعني مو البرغل الخشن، ناخذ نخبطه وياه. طبعا خلينا نقول نص كيلو برغل من الخشن، ونخلي وياه 200 غرام من الجريش للتماسك، وناخذ لحم نص كيلو وياه. هاي راح يكون طبعا حتى شكله يكون أحمر من اللحم اللي موجود، ونثرمه ونقدر نسويها ونشويها. اوكي، فالحين اعطيتكم اسهل طريقه اللي هي بالبيت نقدر نشتغل. ناخذ سعد.
الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ الشيخ عباس شلونك؟ شلونك شو اخبارك يا سعود؟ الله يخليك يا ابو علي، كيفك ويانا يا معود؟ شهيتنا برمضان. جاي سوى طبخات فد شيء واحنا منا صايمين. عجبتك الطبخات؟ عاشت ايدك على الطبخ طبعا طبخك فد شيء. ويدك ويدك، بالبيت هم يسوون هم يطبخون؟ الاكلات والله حاليا يتابعونك ويطبخون يسوون هم بامية على فكرة. اليوم هم يسوون هم بامية سووها لو بعد؟ بامية مسوينها يطبخونها صح حاليا. يعني بعد طبخوها ولا ما طبخوها؟ لا يشتغلون يسوون نفس الشغلة. شفت يعني. شفت الطريقة اللي سويتها أنا بيها؟ والله عاشت ايدك طريقة يعني كلش حلوة. ايه شوية نحمص اللي وياها. وطبخاتك كلهم يعني شهية الله وكيلك. هو أخذت من المي اللحم مالتها وطبخت بيه التمن. مي اللحم؟ نعم نفس اللي يشتغلون شغلك نفس شغلك. ايه يعني تسجدر مال المي اللحم خليه أكثر حتى ناخذ البانية منه وناخذ التمن اللي موجود يعني. طبعا عدي شوي الله بصبر عليك ما ادري ونزل المطبخ وريحه. عدي لا عدي ما عدي نايم هيك على الكاميرا يسوي لي هيك. اريد المقادير مال الزلابيه اذا تقدر. الزلابيه اوكي هسه نشوف مقاديرها ونسولف عليه. شو تقول؟ شكرا جزيلا. شكرا حبيبي نورت. سلام للاهل. ان شاء الله تطلع بالنا مضبوطه اليوم. شكرا لك. هسه نشوف مقادير الزلابيه حتكون على الشاشه اللي هي طبعا اكيد راح يكون عندنا كوب ونص من النشا اللي موجود وكوب من الطحين مثل ما تشوفون. راح يكون عندي لبن زبادي 2 ملعقة طعام، خمره زائد فانيلا ملعقه كوب راح تكون موجوده عندي مثل ما تشوفون. ماء كوب ونص، يعني كوب ونص مي بارد. ضروري يكون المي بارد، يعني مو نقول مي بارد ثلاجه وهاي، لا يكون مي طبيعي يعني عادي. فنقدر نضيفه ويا الزلابيه اللي راح نسويها. طبعا ما يكون عجين خبط لانه راح يكون قوام الزلابيه شلون الكيك اللي خليط الكيك نفس الشيء. راح نتركها نص ساعه، تختمر طبعا نسلفنها. ورا نص ساعه نجي نفتح السليفون اللي موجود او شلون مغطيها بماعون بطبق بقبق اي شيء، راح نشوف بها فقاعات اللي هي تفاعلت ويانا ويا الخمره اللي موجوده، ونرجع نخلطها من جديد ونتركها ربع ساعه ثانيه حتى نطلع الهواء اللي بداخلها. راح نجي نسوي الشيره، الشيره راح تكون عندي طبعا اللي هي كوبين سكر، كوب من المي، رشة ليمون دوزي أو عصير الليمون، شيء قليل نخليه. راح نخلي صبغ اللوزينة شيء نقطة يعني كلش قليل حتى يكون لون شيرة أشقر. منخلي بيه الزلابية ونطلعها يكون لونها الذهبي، راح ياخذ هذا الشكل مثل ما تشوفون. راح نقليها، ممكن نخليها ببطل أو كيس حلواني أوكي، ونجي نقليها ممكن نقلبها على الوجهين ونخليها قبض داخل الشيرة. ممكن نخليها بالشيره نحسب الخمسه، 1 2 3 4 5، نطلعها ونصفطها الطبق اوكي. شكرا لك. هسه نجي هنا ناخذ علي من صلاح الدين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يعني شيخ؟ شو اخبارك يا علاوي؟ الله يسلمك الحمد لله. الله يحفظك الله يخليك. عمرنا يعني بس اريد الو الو وياك بس اريد المكونات البيتزا اذا ما في زحمه. البيتزا اليوم بنسوي بيتزا اليوم؟ اي والله اليوم لو باكر. والله على المجال جوز باكر. اوكي هسه نشوف مقادير البيتزا. اوكي شكرا لك شكرا لك. نجي هنا مقادير البيتزا راح تكون على الشاشه. طبعا مقادير البيتزا كلها سهله وبسيطه وهي ممكن تاخذ وقت بالتخميره يعني لا اكثر ولا اقل. راح يكون عندي هنا طحين نصف الكيلو، طبعا وياي طحين نصف كيلو راح نجيبه. راح نخلي خمره ملعقه طعام اوكي، تكون مسح ما تكون عاليه. راح نخلي البيكنج باودر 1 ملعقه طعام اللي هو ظرف فانيلا والملح. الفانيلا نفس الشيء 1 ظرف. راح يكون عندي سكر 2 ملعقه طعام. حليب البودره راح يكون عندي 1 ملعقه طعام اوكي. ماء دافي كوب وربع. زيت الزيتون 1/4 كوب. طبعا هاي المواد كلها نخلطها. راح نخلي المي والزيت نخليه على صفحة بعدين راح نستعمله. نخلي نجيب المي بالتدريج، نضيف المي بالتدريج على العجينة ونعجنها ممكن بالإيد أو عجانة. ما نخلي المي قبل، قلنا اكو طحين يحب المي أكثر واكو طحين لا، ممكن نص قلاص راح يغرق الطحين، فممكن حسب نوعية الطحين اللي موجودة. راح نجي نخلي العجينة مالتها تكون قوية شوي فيها قوة. بالأخير راح نضيف زيت الزيتون بالأخير نضيفه حتى نسوي شنقه العجين اللي موجوده. نخليها بكاسه نسلفنها ونخليها مكان دافي، فتقريبا تكون ساعه كامله. راح نجي نلقاها صاعده لفوق
وراح نجي نلمها ونرجع نفرشها ونسويها، ممكن للفطائر، ممكن للحم عجين، هاي العجينه كل شيء تشتغل مثل ما شفتوا. شكرا لك. ناخذ زينب، زينب من واسط. اوكي عاد مرتاح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا زينب، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير، شلونك؟ ماشي الامور، ذات زين، احنا اكيد احنا زينين الحمد لله بخير. ممكن اعرف طريقه الكليته شلون تصير؟ الكليته تسوون الكليته اليوم لو باكر؟ لا لا بعد، هو باكر عقب باكر ان شاء الله. اه تتحفظين المقادير؟ اي ان شاء الله، بس اعرف الطريقه شلون وشلون يعني اعجنها. عدي يقول شنو الفطور اليوم؟ فطورنا اليوم بانيه. بانيه؟ ما شاء الله. اي بانيه. ما شاء الله ما شاء الله، بانيه ما مسوين. اوكي هسه شوفوا مقاديرها الكليته. اوكي العفو، بس شلون شلون اعجن الكليته، شلون الطريقه؟ هسه راح اعطيك المقادير وراح نسولف عليها. شو تقولين؟ اوكي اوكي يلا شكرا لك. عندنا هنا الطحين راح يكون الكليته، طحين ابيض 1 كيلو، نحكي على الكيلو الواحد. اوكي راح يكون عند الزبده 2 قالب، الزبده 2 قالب راح نجي نذوبها بنار هادئه. طبعا ورا ما ذوبناها نخليها تبرد، لازم يبرد، يلا نضيفه للطحين. طبعا نجي جبنا الطحين، ذوبنا الزبده وخليناها على صفحه، جبنا الحليب البودره خليناه ويا الطحين. سكر 3 ملعقه نخليه ويا الطحين ونخبطه. بيكنج باودر 2 ظرف ويا الطحين بدون خمره، اوكي؟ فانيلا 1 ظرف، هاي كلها ويا الطحين نخبطها. ايش راح يبقى عندنا؟ ملح موجود عندنا، والقشطه نصف الكوب، والماء 1 كوب طبعا، والزبده. ها راح نجي نخلي الزبده ورا ما ذوبناها نخليها فوق المواد الجافه اللي ذكرناها، خلي بالتدريج نضيفه، وراح نجي نخبطها بهذا الشكل، يعني نشيل الطحين ويا الزبده اللي موجود ونخبطه بهذا الشكل. راح يصير قوام الطحين شلون البسكت المطحون، نفس الشيء، راح الزبده تذوب بالطحين اللي موجود عندنا. وراها راح نجي نخلي شويه شويه من المي ونعجن، شويه شويه من المي ونبقى نعجن، تكون عجينه شويه بها قوه. ورا ما صارت بها قوه راح نجي نخلي القشطه اللي ذكرناها، ممكن كريمه الطبخ وممكن نضيف القشطه، اوكي؟ راح نضيفها ونرجع نعجن بها، شوف العجينه شويه بها قوه يعني مو كلش، بس العجينه صارت حلوه بدينا، شوفها حلوه يعني صارت بدينا، راح نخليها بكاسه نغطيها تقريبا نص ساعه او 20 دقيقه نخليها ترتاح. وراها راح نجي طبعا ورا بهذا الوقت اللي خلينا به العجينه ترتاح نجي نسوي الحشوه اللي موجوده عندنا اللي هي السمسم، ولا ناخذ اوكي نجي ناخذ الحشوه اذا موجوده فروس، الحشوه اللي هي تكون الكليته ممكن اذا موجوده عندنا، حتى الحشوه ناخذ من هنا. ابو يوسف من دياله. السلام عليكم شيخ عباس. وعليكم السلام، شلونك يا الغالي؟ شو اخبارك انت؟ الله يسلمك، انت قلت اليوم بس البيبي جاي خابرهم، قلت خليني اخابرك. هذا شويه كبير. الله يحفظك، على راسي، الله يحفظك. الله يسلمك، شلونك؟ شلون صحتك؟ خليك للعائله الكريمه. بدي اسالك بدون زحمه عليك، الحمص بطحينه بس اريد المقادير او تقول لي اياها. الحمص بطحينه؟ اي والله، واحنا معجبين باكلاتك ورحمه على والديك على الاكلات الطيبه. والديك. وشكرا للقناه الرشيده القناه الجميله اللي الرائعه اللي تطلع هيك برامج وتقدم هيك برامج. يسلم أيوة. عليك، كادر كله يسلم عليك، كادر كله يسلم الله عليك. الله يسلمك، امشي عدي، امشي عدي، عدي اذا يجي اليوم يمنا بالمضيف، هسه جايبون علي احنا قاعدين بالمضيف، اليوم عازم ديانه كم واحد من الربوع، ها وجايبون علي، اذا يجي عدي اليوم والله لا خليه يطلع لك يمنا ويسلم. انت تسمعني تسمعني تسمعني؟ هسه من سولفت وكملت عدي قام صفق لك سوالك اي شيء. الله يسلمك يطول عمرك يا طيب. حبيبي حبيبي، سلام للاهل، سلام للاهل. الله يسلمك وللجماعه الكادر أوكي. الكادر كله والقناه الرشيده الفضائيه الطيبه والجماعه بالمضيف هم سلم لي عليهم. الله يسلمك هم يسلمون عليك. حبيبي حبيبي سلام للاهل، شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا. يعني شو اقول هسه؟ اوكي هسه نشوف شدنا شردنا مقادير. راح تكون الحشوه الكليتشه هنا على الشاشه. اوكي راح يكون عندي طبعا هاي الحشوه الكليتشه، كنا ورا ما نعجن العجينه ونخليها ترتاح نغطيها. اوكي راح نجي نسوي الحشوه اللي هي عندي 4 حشوات طبعا، وهي هاي الثلاثه، تمر نصف كيلو، زبده نصف القالب، ممكن هاي نخليها على النار شويه نحمصها، حبه حلوه ملعقه كوب، هاي راح تكون عندي حشوه
هنا نخبطها نسويها ونعجنها عجنه حلوه تكون عندي هاي حشوه. راح نجي طبعا نجي شلون نلكلك التمر اللي موجود، شلون نسوي دعاب الصغار حتى نخليه داخل هاي. راح نسويه بالزيت، شويه زيت بدينا ونعجنها بالزيت ونسويها دعاب الصغار، ممكن شويه نبردهن نخليهن يجفن ونجي نخليهم. نجي هنا للحشوه الثانيه اللي هي جوز الهند مبروش 1 كوب، راح يكون عندي فستق حلبي مبروش 1 كوب، شيره نصف كوب راح يكون عندي، راح نخلي بالتدريج، وسكر ربع الكوب، وهاي راح تكون ممكن شويه حلوه نسويها، وممكن نخلي بس الشيره وياها ما نخلي السكر، ماكو مشكله. هنا الحشوه الثالثه هي السمسم 1 كوب، حبه سوداء راح يكون عندي نصف الكوب، شيره نصف الكوب، وسكر ربع الكوب اللي هاي تكون. والحشوه الرابعه اللي هي تكون الحلقوم، حلقوم ما يحتاج، ممكن احنا قبل ناخذ الحلقوم ونخليه داخل الحشوه. هسه نجي هنا نشوف، اوكي ناخذ اسراء من الانبار. نعم نعم. السلام عليكم، اهلا وسهلا. عليكم السلام. والله شيف احنا من مراكز عندنا الجوع. ليش؟ طبخاتك شهيتنا، خلنا نفطر من وراي. سويتي طبخت اليوم انت ولا؟ لا انا ما اطبخ. ليش ما تطبخين؟ ما اعرف، ادعي عليك ابغى عليك انت تتعلم هناك. هسه انت ما تعلمتي، صار ايش قد تباعين؟ لا هذا يا بابا عليك من رمضان واذوق وما دا حصلك. هاي حصلتي بعد هسه اليوم حصلتي. اي والله مع صوتك شيخ عباس ورد يا طبخاتك. انت الورد، انت الورد. زين ما ما تعلمتي اي طبخه؟ لا تعلمت اطبخ التمن. التمن؟ اي اعرف اطبخ التمن، تعلمت من عندك. اه صار طيب التمن؟ قالوا ليش طيب التمن بالبيت؟ ايه زين كلها تجيب زين. المخرج فراس يقول بيض، تعرفون يسوون بيض؟ شلون؟ المخرج فراس يقول يقول قولها تعرفون يسوون بيض؟ لا والله ما اكل ما اعرفه. ليش بيض بيض تقلا بيض؟ اي عادي اطبخ بيض عادي. تقول اطبخ يعني البيض هم طبخه هو مو؟ ايه يعني بس بسيطة سهلة. زين شلون راح تسوون كليتشه؟ نسوي كليته ان شاء الله باكر، راح نسوي كليته. انت راح تسوي، لازم انت تسوي، انا عندي مقادير، شفت المقادير. انا بس اعاون اهلي واعاون امي وياها بالكليته. اها ها. ان شاء الله. طبعا امي تسلم عليك وهي متابعه لك البرنامج، احنا من تحت متابعه. سلمي لي عليها هواي وسلام للاهل كلهم. السلام عليكم، شلونك شيخ على وحده؟ حبيبي. طبعا اخوتي كلهم. سلمي لي عليهم كلهم واحد واحد. يا كيف نشكرك على البرنامج الرائع. شكرا لك، نورتي نورتي انت والاهل. شكرا. هسه نجي هنا مثل ما شفنا، راح نجي هنا نشوف الامور. اوكي نجي هنا نشوف. اوكي راح نرش الملح، الملح خلينا شويه من الملح. اوكي راح نجي هنا نشوف شنو ترتيب. الله الله، شوف يعني الدهن مالية اللي موجود عندي البانية والشكل غير شكل، غير شكل. هنا قطعة اللحم هاي الحلوة، ليش ليش ليش؟ هسه نجي هنا مثل ما شفنا ضفنا الملح، هسه بقت ننتظرها على ما تكون عندي جاهزة. طبعا إذا نسولف على مي اللحم يكون عندي جاهز، واللحم اللي سلقناه يكون عندي جاهز طبعا، ومجرد احنا حمصنا شويه بننتظر شويه المعجون ياخذ فوره اكثر بعد راح تكون عندي جاهزه. طبعا هي هسه تكون عندي جاهزه، ممكن من تبرد تكون بعد اطيب. نجي هنا نشوف الرز اللي موجود عندي وغير شكل، اكيد غير شكل. نجي هنا نقلب. الله ريحه اللحم اللي موجوده بهذا الشكل هنا، حلو. هسه راح نطفي عليه، صار عندنا جاهز، صار عندنا جاهز. شوية نحركه من هسه، اقول لك عدي بالعافية، فروس الشمرة بالعافية، فراس الراوي المخرج بالعافية. هسه عافية على البامي. هسه نجي هنا ناخذ الخس اللي بابا نويلها. هسه نجي هنا
نجي هنا نسوي السلطه اللي موجوده عندي هي، حتكون عندي خس، راح نحرك الخس بهذا الشكل. اي والله هسه هذا راح يكون عندي قطع الخس بهذا الشكل. راح نجي هنا طبعا نجي نشوف لنا كاسه اكبر. ها راح تكون عندي الكاسه اللي موجوده، راح نجي نخلي بيها الخس بهذا الشكل. الخس هنا حلو. اوكي اشكرك. هسه هنا ناخذ البصل اللي موجود عندنا، شويه مكعبات من البصل. طبعا هاي السلطه لازم ضروري تكون ويا الباميه اللي موجوده. اوكي هنا اوكي راح ناخذ الليمون، ليمون هذا الليمون الحلو بهذا الشكل، شرائح الليمون بهذا الشكل. راح اضيفه ويا هاي السلطه الحلوه. حب نذكر يكون هذا البرنامج برعايه مطابخ السنديان والديكورات، وتكون هاي الاكله الجميله برعايه مطعم شاورما. هسه نجي ناخذ الخيار اللي موجود عندنا، خلينا الخيار بهذا الشكل، ناخذ القطعه الثانيه. اوكي وناخذ اسامه من كركوك. الو يسعدك اخوي حبيبي، شلونك اخوي سامع؟ شلونك شو اخبارك انت؟ الله يخليك. الله يحفظك. أمرني. ممكن مقادير هاي الأكلة؟ مقادير هاي الأكلة. أوكي هاي السلطة. أوكي هسه نشوف السلطة. سلطة قصدك؟ اللي لا البامية. البامية؟ إيه. أوكي نشوف هسه المقادير للبامية. طبعاً البامية نسولف عليها. شكراً لك. شكراً لك. شكراً لك. حبيبي حبيبي حبيبي. نورتني. هسه نجي هنا نسولف على البامية. مثل ما شفنا سلقنا اللحم اللي موجود عندي، طبعا سلقناه سلقه حلوه. ورا ما سلقناه خلينا جذر بشويه من الزيت، اجينا حمصنا شويه من اللي هي قطع من اللي ضفناها ويا الزيت، وحمصنا طلعنا اللحم خليناه ويا اللي والثوم والباميه وياه كله تحميص. نجي نخلي المعجون شويه، نحمص المعجون ويان سويا، ناخذ عصير الطماطم اللي موجود، رشه من الكركم شويه، تكون الامور اوكي. عندي مي اللحم اللي موجود اللي سلقنا به اللحم، راح ناخذ المي ونضيفه فوقه. طبعا ورا ما حمصنا المعجون وعصير الطماطه والثوم والباميه واللحم سويه، ناخذ مي اللحم نضيفه فوقه ونخليه يكون عندي بهذا الشكل مثل ما شفتوا. طبعا هاي راح تكون المقادير، ما يحتاج لها بكل اي امور ثانيه. هسه نجي هنا ناخذ حبات الطماطه، طماطه بهذا الشكل هنا. اوكي هسه هنا حلو، ناخذ ام يوسف من بغداد مثل ما نشوف بهذا الشكل. ام يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ام يوسف، شو اخبارك؟ رمضان كريم. الله يسلمك. شيف ممكن يعني ممكن شنو؟ صوت التلفزيون عالي يا يوسف. كبة الجريش. اوكي ايش بيها؟ شوية بعدنا تصير قوية عندنا. تصير قوية؟ يعني قلت مي بارد نعجنها، وراح يكون عندي الجريش ويا البرغل، نص كيلو جريش او 700 غرام او ويا راح يكون بعدنا تصير قوية عندنا. مي بارد نعجنها مي بارد، ويا الجريش نخلي برغل، يعني اذا نص كيلو نص كيلو جريش نخلي ربع برغل وسط. وسط وسط وسط. اوكي اوكي شكرا لك. شكرا لك. هسه هنا ناخذ شويه من الفلفل اللي موجود عندنا. انت اللوز عدي هسه نا حلو، خلينا مثل ما شفنا راح ناخذ هسه الفجل. اجى وقت الفجل اللي موجود عندي، قطع الفجل بهذا الشكل. اوكي هذا
قطع الفجل بهذا الشكل، وراح نضيف الفجل هنا. ناخذ حسين من النجف. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عباس، بس اريد المقادير مال الكنافه. مقادير الكنافه؟ اي اوكي، نشوفها هسه على الشاشه. مو شو تقولين؟ شكرا. اي اوكي، شكرا لك. شكرا. اوكي، ولد لو بنيه حسين. اوكي. هسه راح نحكي هنا نشوف الامور شنو. شوف هسه المقادير ممكن موجوده. هسه نطلع المقادير احنا. اوكي، اجي هسه نقطع الفجل بهذا الشكل هنا. حلو، خلينا الفجل بهذا الشكل. هنا اوكي، ناخذ الكنافه بالجبن. راح تكون على الشاشه اللي هي، راح يكون عندي شعريه الكنافه 2 كيس صغير، راح يكون عندي جبن عرب مبروش نصف الكيلو، راح يكون عندي طبعا احنا برشحنا اكيد، راح يكون عندي حليب مكثف 1 كوب، راح يكون عندي الزبده نصف الكوب، شيره والسكر 2 كوب، ماء 1 كوب، مثل ما شفنا. هاي تكون المقادير للكنافه. هسه بهذا الشكل قطع الفجل هنا. حلو، مثل ما شفنا هذا الشكل صارت عندنا السلطة اللي موجودة. راح نجي هنا نخلي النعناع، خلينا النعناع جاف. يكون عندي شوية من تتبيلة السلطة موجودة، ممكن أي مكان راح نجيبها. خليناها اللي هي بها البصل مطحون والثوم. هنا عندي شوية من الليمون دوزي، رشة من الليمون دوزي. أوكي، رشة من الملح مثل ما شفنا. راح ناخذ شوية هنا، راح يكون عندي زيت الزيتون. زيت الزيتون راح اضيف لها بهذا الشكل هنا. حلو، ناخذ يارا من بغداد. الو، مساء الخير. مساء الخير، شو اخبارك يا يارا؟ الحمد لله، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. صار جد الطفل بس اريد احصلك. صار ايش قد؟ والله صار لي هوايه بس اريد احصلك واخيرا هسه. يلا ايش قد؟ 5 دقائق 7 دقائق؟ أكثر ربع ساعة تقريبا. شوف داري دا على طريقة عمل البي تي فور. البي تي فور؟ إيه، أنا بهاليومين راح أشتغل بي تي فور، أشتغل بي تي فور شكر لما. وأنا اليوم داري دا أسوي، يعني ظل ثاني قاعد يومين. لا، ما تشتغلي اليوم، راح تنتظريني على ما أشتغل أنا، أوكي؟ يعني بعد يومين؟ إن شاء الله عقب باكر راح نشتغل بي تي فور. يلا أوكي، لا عاد حكاونيك. اليوم مسوية فطور؟ ايه، اليوم شنو؟ رمان عدي ما يقول لي، قول على الاكل شنو الفطور؟ اليوم تمن برياني ودجاج. ها اليوم برياني ودجاج؟ اي والله. شفت عدي؟ بالعافيه عليكم. الله يعافيك. شكرا لك، شكرا. هلا عيني. شكرا. هسه مثل ما شفنا خلينا شويه من الفجل والفلفل والامور، اوكي؟ مثل ما شفنا هاي لكم. راح اوكي؟ طبعا هنا عندنا متصل اسمه سيف يقول انا زعلان ما اريد احكي ويا عباس. ليش؟ يقول اريد خروف محش. صار اسوي لك خروف محش، تأمرني. السيل هنا حلو مثل ما نشوف بهذا الشكل. ربطنا هاي السلطه الحلوه، امورها غير شكلها طبعا. هاي السلطه تكون ويا الباميه. الله، والباميه، الباميه تصيح علي. وبهذا الشكل طبعا نشوف بها شكون شويه ناشفه وناقصه شويه من الحمار. راح نخلي شويه من الطماطه. اوكي، طماطه، وناخذ من يانا زينب من العماره. نورتي انت والعماره. ايش اخبارك؟ رمضان كريم، كل عام وانت بالف خير. بالف خير يا ولدي. عمريني. شكرا يا عمريني. والله اني ما رايد الشيء. لا عاد اسمع صوتك. سمعين صوتي بس؟ اي
والله يعني محجبين كل ايش قد يعني ايش قد؟ ايش قد؟ اي ايش قد يعني كلش؟ تقدر تحكي نجوم السماء؟ ها؟ اليوم انت طابخه شيء؟ طابخه شيء؟ طابخه شيء لو ما طابخه؟ والله اليوم بريان ودجاج. اليوم بريان ودجاج؟ عدي يقول اكو طبق لو ماكو والله يقلع من عيوني يا رجل العدي لو اللي انت طبق هو طبق اوكي اوكي والكادر الكادر يقولون عاد واحنا والله اليوم احنا عايزين بلون شو هو اللي جبتوا هو الجدر لازم تزين الجدر كله شو تقولين ها الجدر كله جيبي شكرا لك نورتي نورتي صارت هوس اسال هناك شكرا لك مثل ما شفنا راح ناخذ خلي السلطه بهذا الشكل مثل ما تشوفون ولهنا اوكي اليوم راح اصب لكم على شكل الليميه شوف هاي السلطة الحلوة عدي عدي شوفها شوف 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 شكلها شوف شكلها عجبتك مع الفجر شلون منور بيها هذا الفجر تحكي عليه انت باع شلون منور مثل ما شفنا صار عندي هذا الطبق اوكي راح ناخذ هاي خير شيء قطع الفجر اللي موجودة عندنا هنا حلو منور هاي الكاسة اليوم مو فرص هسه زلاطة مالح هذا راح يكون عندي زيت الزيتون فوقها بهذا الشكل تكون امورها غير شكل تأمرني تأمرني يا امر صار هاي السلطة مالتك فروس نشوف وهاي قطع الليمون يا صارت عندي هاي الكاسه الحلوه جاهزه هاي السطر راح تكون عندي طبعا هي تكون قريبه على الفتوش احنا جينا ناخذ بهذا الشكل حلو نا صينيه تكون عندي جاهزه مثل ما نشوف نجي هنا للباميه اوكي نفتح الجدر ونشوف البامية أمور البامية ومشاكلها واحنا نجي نصوب بهذا الشكل جاوبني شوف شكل البانيه شلون يخبل مثل ما نشوف وبهذا الشكل اوكي راح نجي نحول هنا نشوف الرز اللي موجود عندي اوكي راح نجي شويه نخليه له من التمن نحول هنا طبعا هذا رز مثل ما ذكرناه يكون سويناه مي اللحم اللي موجود عندنا
غير شكل. هذا الطبق اجى هنا. اوكي راح ناخذ قطعة الضلع اللي موجودة عندي. بهذا الشكل. شوية من البامية مثل ما شفتوا هاي الأمور البامية وتفاصيلها. اوكي هسه مثل ما شفتوا صار عندي هذا طبق السلطه الفجل بهذا الشكل وهذا الباميه مع الرز اللي موجود. اكيد راح تنتظروني باكر باكر ممكن راح نعوف الاكل. اوكي راح اشتغل الحلويات ونشوف تفاصيل الحلويات وامورها. شو يقول عدي وياي؟ اوكي راح تنتظروني باكر ان شاء الله. طبعا رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير وان شاء الله فطور شهي. باي باي.